أهلا فيكم مشاهدينا من جديد. أعلنت وزارة الداخلية استشهاد 4 أشخاص وإصابة 18 آخرين في الاعتداء الذي استهدف مسجدا بالإحساء شرق المملكة. المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي صرح بأنه تم منع انتحاريين من الدخول إلى مسجد الرضا بحي محاسن بمدينة الإحساء أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة، وأضاف تمكن رجال الأمن من رصدهما أثناء توجههما إلى المسجد، وعند مباشرة رجال الأمن في اعتراضهما بادر أحدهما بتفجير نفسه بمدخل المسجد، فيما تم تبادل إطلاق النار مع الآخر وإصابته والقبض عليه وضبط بحوزة حزام ناسف. سيكون لنا وقفة حول هذا الموضوع، لكن ابتداء خلونا نتابع هذا التقرير. جمعة مباركة، كلمة تخطها الأيادي وتلهج بها الألسن فرحا بعيد الأسبوع، بالرحمات التي تحف المصلين وتتخلل صفوفهم، باعتلاء الذكر على المنابر، بساعة الرحمات والاستجابة. كل تلك العوامل لم تعرف لقلوب رجال الإرهاب وحطب نار الفتنة طريقة، والشواهد على ذلك كثيرة ترويها مآذن المساجد ومحاريب المؤمنين. اعتداء آخر يستهدف عباد الله في بيت من بيوته، هذه المرة يعود غراب الموت إلى أولى بقاعه التي حط عليها، إلى الواحة الوديعة الأحساء ومسجد الرضا بحي محاسن. مجرمان يفجر الأول نفسه على مدخل المسجد بعد عدم تمكنه من دخوله، وآخر يطلق النار قبل أن يقع في شر عمله ويقبض عليه. 4 شهداء يرتقون إلى بارئهم، و18 مصابا يقسمون على عودتهم إلى ذات الصف. لم يعد للكلمات متسع، إنما قاتل الله من أرعب الآمنين في بلد الأمن والأمان. قاتل الله من حاول أن يزرع الطائفية بين سنة الوطن وشيعته. قتل الله من دفع الأمهات إلى وضع أيديهن على قلوبهن كل جمعة. ألم يأني للغربان أن تدرك أن هذا الوطن يأبى بسنته وشيعته إلا أن يكون سهماً في نحر إرهابهم؟ لبرنامج يا هلا، مصعب المرضي. ولا نعرف نفرق بين أحد شيعي وحد سني، سنين والبلد عايش بأمان وحب متهني. ولا نعرف نفرق بين أحد شيعي وحد سني، نحب هالأرض ونعشقها ولا نقدر نضايقها، نحب الأرض ونعشقها ولا نقدر نضايقها. حبايبي ربنا واحد، أنا منا وهو مني. حبايبي
شكرا للزميل مصعب المرضي اللي اختصر كل الكلمات اللي في خاطرنا ودي نقولها من خلال هذا التقرير. يعطيه العافية. للتعليق حول هذا الحادث الإجرامي ينضم معنا في الاستديو الأستاذ حمود الزيادي المختص في شؤون الجماعات الإرهابية، وكذلك سينضم معنا بعد قليل إن شاء الله الأستاذ محمد رضا نصر الله عضو مجلس الشورى. حمود، ها هم الإرهابيين يعودون من جديد، ينتهكون حرمات الأماكن المقدسة، الناس في صلواتهم في لحظات مباركة لا يعني لا يراعون مثل هذا الأمر، والضحايا أناسنا أبرياء يريدون أن ابتدأوا بالدال وهم يريدون أن يعودون، يعني الأحساء التي عرفت بالتعايش الجميل ما بين السنة والشيعة يريدون أن يؤججون هذا الوتر ويعودون من جديد فيه، ولكن بالتأكيد لن يفلحوا. تعليقك بشكل عام على هذه الحادثة الإجرامية. نعم، هم عادوا بدينهم من جديد، هذا دينهم وهذا ما يؤمنون به، وبالتالي هذا المخطط الذي يريدون أن يكون في السعودية. داعش ولادة للتطرف الإرهابي المبني على فكرة النزاع والبعد الطائفي في المنطقة، وهو ابن هذه الحالة من العراق، ثم بعد ذلك تطورت الأمور تشكلت حتى وصلنا إلى هذه المرحلة، وبالتالي مع هذه يعني الغيمة السوداء في المنطقة يراد أن تنتقل إلى السعودية منذ نوفمبر 2014. يعني أول حادثة كانت بالدالو 2014 حسينية بالأحساء، ثم بعد ذلك في القطيف وأيضا في الدمام ثم في نجران وأيضا في مسجد لقوات الطوارئ في أبها في عسير. يعني ليس هناك تفريق بين مسجد شيعي ومسجد سني، لكن محاولة يعني خلط الملفات هذا جزء من محاولة استهداف يعني اللحمة الوطنية السعودية، كما يعني يريد تنظيم داعش أن يفترق ويختلف عن تنظيم القاعدة. يريد أن يكون له ستايل الداعشي حتى يكون له جزء من قدرة على استقطاب دائرة التطرف المتشابهة بين التنظيمين، لكن يريد أن يفترق بميزة معينة ليستطيع أن يستقطب. لذلك نحن أمام ترى مرحلة خطيرة العالم كله، يعني في المرحلة الجاية، لأن هناك صراع بين تنظيم داعش وتنظيم القاعدة، حرب باردة. من يستقطب العناصر ما يسمى الحركة الجهادية العالمية، فلذلك يتصارع التنظيمين على من يستطيع أن يقوم بأعمال إرهابية ذات طابع تأثير في العالم وذات استقطاب حتى الإعلام العالمي. وتنظيم داعش يميل إلى العمليات ذات الطابع المسرحي اللي فيها إثارة مسرحية، لذلك على فكرة كان العمل الإرهابي كان ممكن أن يكون مجزرة. نحن نتحدث عن مسلحين مزنرين بالأحزمة الناسبة، الأحزمة الناسبة ستكون آخر سلاح لديهم، سيقتلوا جميع من يواجههم، سيقتلون جميع المصلين، ثم بعد ذلك سيفجروا أنفسهم إذا لم يستطيعوا الهرب، أو يفجروا في وسط رجال الأمن حينما يتم محاصرتهم. وهذا ما حدث نموذج 13 نوفمبر باريس. هذه العملية المسرحية استهداف الأهداف السهلة soft targets معروفة، كذلك في جاكرتا حدث، كذلك في السوسة في تونس قبل العام الماضي. هذا ستايل الداعشي هو الإرهاب المجنون الذي يذهب إلى الأهداف السهلة ليحدث يعني استعراضا مسرحيا. من أجل ماذا؟ من أجل استقطاب، لأنه داعش دائما حينما يواجه حالة يعني هجوم لدي على قياداته وعلى تكوينه وعلى تشكيله يحاول أن يذهب إلى مناطق تحدث فيها إثارة حتى يستقطب المزيد من الأتباع، وبالتالي يبقى في تأثير العالم. طيب أنا أستاذنك معنا الأستاذ محمد رضا نصر الله عضو مجلس الشورى. أستاذ محمد رضا، تعليقك على هذا الحادث الإجرامي اللي قامت به داعش، وكذلك يعني على هالأهداف التي يريدون أن يسعون من خلالها، من أهدافهم الحقيقة التي لن يصلوا لها بالتأكيد محاولة الضرب على وتر الطائفية في بلد يعني ولله الحمد عرف بالتعايش يعني السلمية بشكل كبير ما بيننا كمواطنين سنة وشيعة. عزيزي، طبعا هذا يوم أسود يضاف إلى تلك الأيام السوداء الذي تمكن فيها هذا التنظيم من استهداف مساجد في القطيف وفي الأحساء وفي عسير وفي نجران، وكما أشار زميلي معكم يعني هذا التنظيم يستهدف بعمله الإرهابي المجنون هز
الاستقرار والتأثير على السلم الأهلي وتفكيك عرى الوحدة الوطنية، خاصة وقد وجدنا في يعني عملياتهم مسميات عبر الولايات، ولاية البحرين، ولاية نجد، ولاية الحجاز، وكانهم بهذا يعني يستهدفون إقامة دولة بديلة لهذا الكيان القائم. لا شك الوضع كما وصفه زميلي صعب وخطير، ولابد حقيقة من مواجهته باستراتيجية سريعة لمحاصرة آثار ما يقوم به هذا التنظيم. أنا حقيقة اليوم لفت نظري مثلا بيان متحدث باسم وزارة الداخلية نواب إبراهيم التركي حينما أطلق على من استشهد اليوم باستشهاد مواطنين. حقيقة رد الفعل أنا أدهشني، يعني كانت معظمها كانت غير قابلة بما ذهب إليه المتحدث الأمني، وهذا يعني يعكس ثقافة متعاطفة مع ما يقوم به هذا التنظيم الإرهابي. وأحسب أننا حقيقة تأخرنا في مواجهة تداعيات ما يسمى بالإسلام السياسي في المملكة، سواء كان ذلك من خلال ما قامت به القاعدة من استهداف الأجانب، وما يقوم به داعش أو ما تقوم به داعش اليوم من استهداف المواطنين. ورغم حقيقة النجاحات النوعية التي قامت بها قوى الأمن في المملكة، ولكن هناك جهات كما قلت يعني في أكثر من مناسبة لم تقم بدورها. يعني أين وزارة الشؤون الإسلامية في تصحيح المفاهيم وصياغة خطاب ديني راشد وأيضا متحرك مع التحولات المعرفية الموجودة في العالم والتطورات الاجتماعية في المملكة؟ أين دور وزارة الثقافة والإعلام في صياغة استراتيجية ثقافية لتصحيح هذه المفاهيم؟ أين دور مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وقد كانت له سابقة في إجلاس جميع مكونات المجتمع السعودي على طاولة حوار واحدة لإزالة الوحشة المتغلغلة في بعض النفوس؟ نحن اليوم نواجه حقيقة مرة علينا مواجهتها حقيقة بكل شفافية ووضوح. ومع الأسف أن اليوم يعني أرى تأثر بعض النخب بما يعني يطرحه داعش من خلال التصرفات نجدها في ممارسات طائفية وممارسات قبلية وممارسات أقليمية، نجدها عند الطبيب ونجدها عند أستاذ الجامعة ونجدها عند المثقف، وهذا شيء حقيقة محزن ومخيف. طيب سيد محمد، الأستاذ حمود عنده مداخلة معك، وده يداخل معك. مرحبا أستاذ محمد. هلا أستاذ حمود. أنا حقيقة يعني ما ودنا نقول كلمات يعني غير واضحة وعبارات غير واضحة، كلنا لا نزايد على بعض، لكن أنا ودي إذا في هناك نخب محددة تسميهم بالأسماء. نحن أمام جريمة إرهابية، إذا لم تسميهم فنحن شركاء معهم. نعم صحيح، يعني هو معروف كل يعني عمل إرهابي حدث في القديح، في مسجد القديح أو مسجد العنون أو مسجد قوات الأمن بعسير أو مسجد نجران، واليوم كذلك في الأحساء، دائما ما تعلن داعش عن مسؤوليتها في ما تقوم به، هذا أمر واضح. بس هذا محمد، يعني من هم النخبة؟ من هم النخبة اللي تقصدهم أنهم اليوم الذين متعاطفين اليوم حقيقة؟ يعني أنا أشوف يعني يعني خلينا نتكلم بوضوح بالضبط. يعني هناك بعض الدعاة يغردون فيما يتعارض مع توجيهات ولي الأمر، يعني الملك سلمان يحفظه الله منذ تولى وهو في جميع خطاباته وقف عند موضوع التصنيف المذهبي وشق عصا الوحدة الوطنية في كل خطاباته،
إلى آخر خطاب يحفظه الله في مجلس الشورى أكد على هذا الأمر. ومع الأسف نجد هؤلاء يخالفون ما يذهب إليه الملك سلمان، وهو يعني رمز هذه الوحدة الوطنية وقلبه على استقرار مجتمعه ووطنه. شكرا للأستاذ محمد رضا نصر الله عضو مجلس الشورى. تعليقك على كلام الأستاذ محمد رضا نصر الله بشكل عام. بالحقيقة نحن جميعا في هذا في هذا في مواجهة الإرهاب الأعمى الذي يستهدف أمن الوطن وشق لحمة الوطنية منذ حادث الدالوة، ونحن ونقول قبل حادث الدالوة أن مخطط داعش في السعودية سيستهدف هذا الأمر، وحدث ذلك وتتابع هذا الأمر، وكانت للداخلية جهود كبرى منعت من حدوث 6 عمليات إرهابية جمع متتالية رمضان الماضي من قبل رمضان بأسبوعين، وواحدة من العمليات كانت تستهدف أيضا لمسجد للطوارئ في الرياض يعم 3000 مصلي. هناك دائرتين استهدف داعش في السعودية، دائرة النسيج الوطني بشق الصف الوطني بين السنة والشيعة، والدائرة الأخرى هي ذلك الحائط الذي يتكسر عليه داعش وهو الأمن. هذا استهداف ممنهج، وبالتالي حتى أنا يعني وبأكد على الأستاذ محمد رضا نصر الله لا نضع كلمات غير واضحة، لأن اللحظة الحاسمة يجب أن نكون واضحين. طيب أنا بسألك نفس السؤال اللي أنت وجهته للأستاذ محمد، أنا أوجهه لك كذلك. هل في نخب قد تكون يعني ما يكون ذاك الحضور في الشجب والسنكار مثل هذه التصرفات تقوم بها داعش من استهداف الشيعة، وبالتالي يكون صوتهم خافت في مثل الحالات المفروض أن يكون لهم صوت وتواجد، أو حتى يمكن بعضهم يكون متعاطف مع الفكر؟ أوكي. لا نستطيع يعني هذا الأمر يحتاج إلى دقة ووضوح. نعم هناك من يصمت، وبالتالي من يصمت نعم يجب أن نضع عليه علامة استفهام. كما قلنا أيضا وأنا من الذين تحدثوا، النخب أخواننا المواطنين السعوديين من المذهب الشيعي حينما صمتوا في حالة صدام السعودية مع إيران ولم يتحدثوا عن هذا الأمر، لكن لا نشكك في وطنيتهم، هذا أمر مستبعد. لكن ربما البعض للأسف أنه أحيانا يتجنب يعني ويريد أن يبقي جماهيرية معينة نتيجة تعاطفات معينة أو اعتقاده في هذا الأمر. يجب أن نتحدث اليوم بصوت الوطن، اليوم وغدا وبعد غد يجب أن نسمي الأشياء بأسمائها. إذا كان هذا الشخص أو ذاك تحدث أو تعاطف، لأن الأستاذ محمد قال هناك من تعاطف، يجب أن يسميه، وهو عضو مجلس الشورى وهو رجل مثقف له باع طويل. لا يجب اليوم أن نصمت على أي من يثير يعني شق الصف الوطني، هذا أمر يعني خط أحمر. النقطة الثانية، نعم هناك من يصمت، وبالتالي لا نستطيع أن نسمي كل من يصمت، هذا أمر يعني من الصعوبة أن نحدده، لكن علينا أيضا أن نقوم بإجراءات استراتيجية بدل كل ما حدث نبدأ نفتح الصفحات القديمة. علينا أن نضع استراتيجية المستقبل، تجريم الطائفية وتجريم يعني الاستهداف الطائفي تجاه بعضنا البعض. وأيضا يجب أن نعلم أن هذا التنظيم الإرهابي لا ينتمي للوطن ولا ينتمي حتى للمنظومة الاجتماعية. نعم هناك بيننا مشاكل في فهم بعضنا البعض، لكن لا يصل ربما إلى الاستهداف المنظم والإجرامي، وبالتالي يجب أن نكون حذرين أيضا في الاتهاماتنا لبعضنا البعض. هذا التنظيم الإرهابي عنده أجندة لاختراق الوطن وضرب الوطن كما يخترق دول معينة، ويريد من ما يعتقده أن هذه الثغرة وهذه الهشاشة يعتقد. ومع ذلك أنا أستبعد هذا الأمر، لأنني رأيت منذ الدالوة احتشاد وطني شيعي سني كل ما حدث حادث، وبالتالي صار الموضوع عكس ما أرادوه. نعم وعكس أحيانا حتى توقعاتنا إذا اعتبرنا أننا مراقبين جيدين، لدرجة أننا تفاجأنا أنه المواطنين العاديين أكثر تمسكا بوطنهم وأكثر وعيا بهذه المهددات الوطنية المهددات للحمة الوطنية. وبالتالي علينا أن نعرف أيضا أن التنظيم الخلية اليوم من خلال قراءتي أنها خلية منظمة إرهابية، بمعنى أن مسلحين بسلاح بأحزمة ناسفة، هذا يعني أن هناك خلية أخرى جهزت هذه يعني الأحزمة الناسفة، ومسلحين برشاشات، هذا يعني أن هناك تنظيم على مدى أيام وربما أسابيع. وبالتالي أنا أنتظر من وزارة الداخلية بيان سيكشف حقائق أخرى كما نعرف من خبراتهم واحترافيتهم العالية. أضف إلى ذلك أنهم قبضوا على أحدهم مصاب، وبالتالي هذا خيط قوي جدا. أريد أن أتحدث أو نركز حتى بعد في نقطة مهمة، اللي هي ولله الحمد قوة الجهاز الأمني عندنا، يعني كيف تم رصدهم
ولنتخيل أن هالإرهابيين دخلوا المسجد وفجروا الأحزمة النازفة اللي كانت معهم، كم بيكون من الضحايا وكم بيكون من النساء الثكلة اللي يبكون على أبنائهم يعني والأزواج. فالسؤال كيف في مسألة الرصد الموجود عندنا، يعني هذه الحقيقة يعني القوة الحاضرة في موضوع الرصد الأمني، المواطنين كيف كان تعاونهم كذلك بشكل عام وتهاتفهم حتى مع رجال الأمن؟ نعم، أنا أعتقد أنه يجب قبل الأحزمة الناسفة، أنا كان القلق من الأسلحة الرشاشة لأنهم قادمين بأسلحة رشاشة مع الأحزمة الناسفة، هذا يعني أنهم أتوا للقتل الفردي شخصا شخص، وبالتالي لأنه الحزام الناسف قد يقتل عدد معين والآخرين في آخر المسجد ربما لا تصلهم الشظايا، لكن حملهم للسلاح هذا يعني أنهم يخططون إلى قتل أكبر عدد من الموجودين ومن المصلين. يعني نحن تتحدث حسب المعلومات توفرت لي أن هناك نحو 100 مصلي، يعني كان ربما يكون معظمهم قتلى، لكن بفضل الله ثم بفضل الجهزية الأمنية وأيضا وعي المواطن ويقظته ساعدت في هذا الأمر، وبالتالي هذا الذي منع من هذه الكارثة والمجزرة والمذبحة التي كانت ممكن أن تحدث. لذلك من المهم أن نكون جميعا في هذا الحس الوطني، لأن التهديد كبير وضخم وسيكون حتى في قادم الأيام. يعني حسب متابعتي ورصدي أن هناك مخططات كبرى خاصة من تنظيم داعش في خاصة في الفترة القادمة، لأنه يريد أن يستعيد جزء من وحده بعد أن خسر مناطق في العراق أيضا وفي الرمادي تحديدا. لذلك هو يريد الاستقطاب من خلال عمليات إرهابية يستهدف بها المنظومة أو المذهب الشيعي في المنطقة وخاصة، وبالتالي يضرب عصفورين بحجر. انقسام وطني، استهداف دولة يريد أن استهدافها وهي السعودية من على قائمة الاستهداف، وبالتالي استهداف هذا البعد واستقطاب من يتعاطف مع التنظيم وقابل أن يعني يتشرب أفكاره من خلال هذه العمليات المسرحة، إضافة إلى الاستقطابات الطائفية في المنطقة. لا ننسى البعد الإيراني في المنطقة لأنه يؤجج هذا الصراع. حينما يقتل الحشد الشعبي المتطرف الشيعي، وليس الشيعة العرب العراقيين الشرفاء، حينما يذهبون إلى ديالى ويقتلون مكون سني عراقي أبناء وطنهم ويحرقون المساجد، هم يقولون الرسالة الأخرى نريد بقاء داعش، لا نريد خسارة داعش، نحن نريد طرده من مناطق لكن نريد أن يبقى هذا التنظيم متواجد، لأن هذه اللعبة الدائرة في المنطقة تحالفات المصالح. هذا لا يعني أن داعش صناعة إيرانية، أنا لست من يقول هذا الأمر. داعش وإيران تتقاطع مصالحهم باستهداف الأمن في المنطقة، يتبادل أدوار، وهذا المخطط الخطير أخطر من التحالف المباشر، لأن التحالف المباشر هو بادي واحد ولا جسم واحد تستطيع أن تواجه. لا، هؤلاء متنافرين لكنهم يتقاطعون في المصالح ضد أمن المنطقة. طيب النهج اللي قاعد تمشي عليه داعش، الضرب على وتر الطائفية، محاولة الاستقطاب من خلال هذا الجانب، محاولة الاستعطاف شبابنا، كيف يمكن نحميهم؟ فعلا يمكن بوحة أصوات كثيرة ونتكلم صحيح. عن كيف أن نحصن شبابنا من أن أحد ينغر أو يتم استقطابه. داعش شغالين في تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، ولهم تنظيم شغالين عليه، قوة يعني عملهم الإعلامي قوي صحيح. ويحاولون يستغلون هالمكنة الإعلامية. كيف نحط جسر أو نحاول نسهم بإذن الله في جدار يحمي أبنائنا وشباب وطننا؟ طبعا هذا هدف استراتيجي يجب أن نعمل عليه، وتحدث من سنوات وخلال السنتين الماضيات مع بزوق داعش بتوظيفه لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل مدهش ومرعب على مستوى العالم. يعني استطاع أن يستقطب من كل بقاع الأرض، من 100 دولة في العالم، وبالتالي هذا حتى دول تواجه، لأنه حينما يكون تحت إطار دول يصعب الطريقة البيروقراطية والطريقة الضعيفة. أنا أعتقد أنه يجب إشراك مؤسسات المجتمع المدني في هذه المواجهة، لكن بالاستشارات مثلا الفقهية والشرعية والخبرات في معرفة هذه التنظيمات، وبالتالي كثير من المبادرات الاجتماعية يجب أن تسهم في هذا الأمر حتى يمكن نشر هذه الثقافة المضادة لتنظيم داعش. أيضا أنا أعتقد الخطاب الديني في الإسلام، الخطاب الديني الإسلامي يجب أن يتحرر من أساليبه القديمة، يجب أن يفند هذه المنظومة ويضع تفكيكها وبالتالي تقديمها برؤى حديثة واستخدام هذه الأدوات الحديثة لإيصالها للشباب الصغار، لأن التنظيم يذهب إلى تقديم أفكار بسيطة ثم يوظفها بهذه الأحداث المتداخلة المتشابكة التي تصعب حتى على المتابع الدقيق ووسط، ويستطيع استقطبهم بهذه الأفكار بسهولة جدا. بحاجة إلى عمل ضخم. أيضا المنطقة ما دامت تعيش هذا الاضطراب فالتنظيمات الإرهابية ستبقى.
شكرا لك الأستاذ حمود الزيادي متخصص في الجماعات الإرهابية، يعطيك العافية. يبقى أن نقول لن يستطيع مثل هؤلاء ولا غيرهم أن ينهشوا من لحمتنا الوطنية وتكاتف أبناء الوطن سنة كنا أو شيعة. رحم الله من استشهدوا هذا اليوم وغفر الله لهم، ويبقى أن نرفع أيدينا، اللهم احفظ أمننا وبلادنا دوما من شر الأعداء وكيد الكائدين. فاصل قصير وبعد الفاصل نعود لكم.